بدأت تتكون مثل حالة غمامة فوق راسي، غمامة استمرت لآخر النهار الأول. مع النهار الثاني بلشت أنا ما بقدر يعني افتح عيوني لافتح على تويتر، دائما نازل عم اقرا اخبار، عم اشوف التحديثات، عم اشوف المصادر، وهذا الشيء استمر يعني بشكل يومي. صارت حاله مكثفه جدا من التعرض للاخبار، ما عاد عندي قدره على التحكم فيها. وصلت لمرحله انه انا عم استهلك اخبار من دون ارادتي ذاتيه. بداية الزلزال أنا وصلت لمرحلة مثل مرحلة الهذيان اليومي، إنه أنا فاتح الأخبار عم استهلكها، عم أكتب أخبار، عم أنشر، بس بنفس الوقت أنا ما عاد عندي قدرة إنه أعيش التفاصيل عم أعيشها اليوم. يعني الأكل عم أعيشه، الأكل عم أكله ما عاد مركز عليه، المشوار اللي عم يطلعه. كمان وصلت لمرحلة ما عاد بدي أشوف حدا ومغلق على نفسي بالبيت، حتى يعني أنه أصدقائي عم يخبروني نطلع ونروح أماكن، ما عندي يعني فقدت قدرة لفترة معينة أتعاطى مع كل الحياة اليومية، وما عاد عملت لي شيء. أخصائيتي النفسية نصحتني إنه أنا أقدر لاقي مساحة بيني وبين الأخبار، أقدر لاقي فصل بيني وبين هالأخبار وما أتعرض لها بشكل شخصي، وهذا كان شيء شبه مستحيل. كانت النصيحة إنه أتعامل مع هاي الأخبار كشيء خارج عن حياتي الشخصية، ما أدخل بحالة الغضب، ما أدخل بحالة الألم.